في واحد دابل كبدي دبله ناصر قماش. ناصر قماش والدخوليات كل ست ثواني تعين عند الباب. وبذنا ذاك بذنا فجر راسي كل خمس دقائق يا دخوليه له يا دخوليه لغيره يدخل معه. يلا انا معكم شباب انا معكم شباب. عنده فقر فقرات ولا شو وضعه ذا؟ عليك منه راح اعطنا دحام. دحام انطباعك عن دخوليات ناصر قماش كل خمس ثواني عندي دخوليه ها عندي دخوليه خلاص. لا اتوقع تدري ايش اتوقع؟ اتوقع انه هو بعقله كذا اني كل ما كثرت الدخوليات وكل ما شاركت مع الشباب في دخولياتهم انا اضمن كرسي في زد رصيدك. يا اخي تفهمني شفت قدم شيء؟ تفهمني شفت قدم شيء صدق؟ لا ما قدم ما قدم شيء شي. الا مره هو واحد دخل في سياره انا يعني تفضل عندك الحين. الله يعين الاعداد بس الله يعين الاعداد بس. واحمد عبد الرحيم والله انه تعب معه. شفنا شفنا طيب انا ودي اتكلم جد ودي اتكلم عن فيصل الشهران فيصل الشمري فيصل الشمري فيصل الشمري امس خيلت ورعدت وبرقت واستهلت وانطرت وقفت ورجعت ثاني مره خيلت وا 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 الى ما لا نهايه. السالفه ما خلصت السالفه ما خلصت. جنبي بندر طيري تثاوب قاعد تثاوب متعب رقعون. انا اقول له تصبر تصبر متعب رقد رقد سالفه متعب رقد. طلعت برا تدري انا كل يوم الشباب عندي لجينا نرقد شغلنا قصه شيء شغلنا قصته هو نسمع رقدنا ليه؟ الشمس دار الارض دارت على الشمس 100 مره ودارت على محورها 1000 مره ما خلصت الفصول الاربعه مرت ما خلصت سالفته. ليه يا فيصل؟ ليه يعني هالقصه هذه نهايتها وين؟ لا قفل معليش لاني ادري بينطلق فيني الحين بتنتهي الفقرات كلها وقاعد فيصل يعطينا قصه. قفل 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 معليش قفل قفل عليه قفل عليه اللي بعده اللي بعده اللي بعده. لا اعطينا فرصه ما انتهينا. انا بقول لك انا بقول لك حتى امس انا ماسك اليوتيوب ابغى اشوف الحلقه فيصل الشمري كلها الحلقه 23 ساعه فيصل الشمري فلوق كان ما تمشي ما تمشي. لا فيصل حاول يا فيصل تخلص سواليفك بسرعه الله يرحم والديك. حضر لي علي. اوه علي العمري علي العمري علي العمري كنت انسان كويس حكم امثال قصيد ادبي شعر جزل فجاه صار تخبى خبل مع الخبله صار كان الاهبل خوينا ايش لا قام يتخبل ما يدور الكاميرات يتخبل ايش ذا ها شفنا حل معانا. وش اسوي فيه؟ وش اسوي فيه؟ مشى قدم ادى ابدع كل شيء اخر شيء. هذا سوء المنقلب ترى على فكره هذا سوء المنقلب انك تكون ماشي على نهج وطريق محدد بعدها تدخل بدخوليه معليش مو دخوليه تدخل تعرفين ناصر قماش بالدخوليات يا ناصر قماش يا ناصر قماش بلا دخوليات خلاص خلاص الله يرحم والديك. جايني بسياره جايني بدباب جايني بكره تجيني بتريله غراف خلاص يا ناصر. انا بحاول اسعى ناصر قماش انه يدخل. هو تدري من معه؟ ضف عليه ماجد بن نادر. ماجد بن نادر انا ودي اتكلم مع سعود العتيبي اقول تكفى يا سعود تكفى طالبك يا سعود نبي كاميرا ومايك وين؟ في المستشفى. يا سلام انا تعبت منه كل طاحك اليوم اليوم الثاني جاء احمد رحيم يعدي. امسك نفسك يا حبيبي امسك نفسك. انا خلاص بنروح المواقف مواقف المستشفى. المشكله ابغى ينكسر ابغى ينكسر امس اي انا اسوي له فعاليات في المستشفى. انا اسوي لك يا ماجد تضحك ها انا اسوي لك فعاليات في المستشفى حبيبي حبيبي سولف مع نفسك سولف مع نفسك حبيبي. انا اسوي لك فعاليات في المستشفى في المواقف تمام حبيبي بعدها على طول تدخل داخل المايك والكاميرا معك. ماجد ماجد ابدع ماجد ان شاء الله نجيب لك في المستشفى كاميرا ومايك. يا خلاص تعبتنا تعبتنا يا ماجد نادر مع نفسك لا تسولف لا تسولف ما نسمع صوتك. يور سيلف حبيبي ما نبغى نسمعك يا رجال. ايه قفل عليه قفل عليه قفل عليه قفل قفل قفل, 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 قفل ما ابي اشوفه. اوه عاد اللي دابل انكب انت يا انت يا سلطان راجع. انا ما اتكلم والله ما أتكلم. انا ما اتكلم انا ما اتكلم سلطان راجع الله يرحم والديك. وش بتقول انت داخل ماراثون تشغل وضع الطيران وجالس وبس تضحك خلاص جاتك بقعه خلاص اد مع المتسابقين الأسبوع هذا أسبوع المنافسة
لازم تنافس اخوياك، لازم تداحر عشان تدخل زد رصيدك. برنامج ضخم كبير، كل يسعى له، كل يدور. الله يهديك ويصلح بالك. شف لنا سلطان، ايش تقول لي سلطان؟ سلطان انت شفت ايش قاعد يقدم؟ انت تقول لي قصه ادخل بعدين يحط لك الحاجه في غير وقتها. يا اخي يقول لك الهيل، الهيل في الدله يحبون الناس، لكن اللي جاء في الصحن يكرهونه. انا اشهد يا اخي هو هيل في الدله مزين منه، لا جاك في الصحن مع الرز ما تبيه. يا اخي انا ما ابي بعض سوالفك فيه. طرات الشيء على حله يا شو اسمه نسيته من قبل مشاركات. سلطان راج طرات الشيء على حله يا سلطان. فكنا من الاشياء اللي ما في غير وقتها. اقول لك حاجه، اسلم. عطتني الاداره الاعداد جوا عطوني اسم سلطان راج. قلت منه انا الحين اسالك راجح. انا اسالك الحين اقول منه ما اعرف. سلطان راج، سلطان راج يا اخي، يا اخي تكفى شارك يا اخي، سوي شيء. ما اعرف من سلطان. لا هم اساسيات النجاح يعني. انت الحين عندك فرصه، الاف قاعدين يقدمون ويبونها، انت جتك الفرصه الى عندك، زياده على انك قاعد تنافس على برنامج كبير وعظيم والعظيم الله سبحانه. ها 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 ها، شوف سلطان راجحي، شوف سلطان راجحي مو موجود، شوف المتسابقين كلهم موجودين الا سلطان راجحي. اكيد رايح يسوي له كرك. لا رايح يسوي له كرك ويرجع يجلس. ايش في؟ لا مو نمى الطيران الحين، قفل خلاص. ما هو قفل كلش. وتكفون دخلونا زد رصيدك وبأدي وبقدم وانا عندي قال كثير. وعندي عندك كرك؟ والله ما عندك الا كرك. وتضحك هو مش على ناصر الغامدي، تضحك الابتسامه في وجه اخيك صدقه. يا اخي ما بكذا، ما بكذا كل شيء. ايش تابع؟ شوف واذا سالف على التجاره، عن التجاره طيب سلفني. اذا سالف على التجاره خلاص، ما التجاره تجاره خلاص التاجر. اسمع فيه اساسيات للنجاح. لا لله صح اخوي مساعد، والله انهم نرفزوني ربع قيلوني. شوف انت ابدعت في القريه وجيت انا الحين ابدعت في الفقره. تنمالي ستة شهور اقول لك حاجه اصلا. شد حلقك، جاتك بقعه اذيتنا. انهد علي انا معلش. هد خلني احاتي واعطيك اللي عندي. دبلت سبدي في اساسيات للنجاح. تمام مساعد. تمام اساسيات النجاح. اول شيء انت وصلت الى مكان الالاف يتمنى المكان هذا، ومقبل على برنامج ما معهم عشاء، ما معهم عشاء. فأنت الحين لك فرصة أنك تجمع جماهيرية وتبين لهم وش أنت من أنت. ولا دخلت البرنامج كل جاهز. فلان المبدع اللي كان هناك. أساسية النجاح كثيرة مساعد حبيبي، اذكر لي أربعة من أساسية النجاح. أربعة من أساسية النجاح يا طول عمر السلامة. أول شيء جيبوا لي ناصر قماش الكوفيش الروم. إيه هو جاي في الطريق ناصر. طلع لنا كوفيش الروم، عطنا الأساسيات. تعال كوفيش الروم. الأساسيات من النجاح أنك تكون ناصر. لا الأساسيات من النجاح أنك تصلي، أنك تكون بار بوالديك، أنك تتصدق، أنك تعرف أساسيات نجاحك. هذا النجاح. أساسيات إيش؟ النجاح في البرنامج. أساسيات النجاح أساسيات في البرنامج. إيه؟ يا أخي أنك تكون يعني عندك سالفة تضحك، عندك رياليتي، عندك شعر، أنك زي تكون زي مثل البستان تأخذ من كل إن نوع. إن إن يا أخي يا أخي أحب يا أخي كونوا مثل متسابق مساعد، ما أجمل منه. روحه زينه، استغفر الله، ضحك، سواليف، الله يغفر لك، دخوليات نشبه مع ناصر، الله يسامحك، وجهه شيء، وجهه حلو. يا اخي صدقت، انصحكم نصيحه، كونوا مثل متسابق مساعد آل زاهب، تصبحون نجوم. بسم الله ما شاء الله تبارك. شوف حبيبي مساعد آل زاهب، انا من الاشخاص اللي كنت اراهن عليهم، كنت اقول الشخص هذا ماشي. لا تقول زد وش زد 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 شوفنا ناصر يا مساعد الزاهب. ناصر استعدوا بنجيك، ما عليه، طرف على جنب، ما في. يلا مساعد الزاهب، انا من الناس اللي اقول اراهن عليه، صدق اراهن عليه. مساعد الزاهب الرياليتي عنده ترى ما هو بس في القريه، خلينا نقول متابعينا، الرياليتي عنده 24 ساعه من 6 المغرب الى 6 المغرب شغال ما شاء الله. دقيت عليه اليوم بقول له بس سالفه، بنام ناصر قماش يدور له دخوليه، ما قدر راح للكوفيش الروم. يا ناصر رايح لأحمد عبد الرحيم، أبغالي دخولي، أبغالي، رح كفش الروح، جاتك بقعة. مساعد.